بعض الاخبار المهمه اللي بتخص الفريق وفيما يتعلق بمحمود عبد المنعم كهربا اللي تم قيده رسميا في قائمه الاهلي الافريقيه النهارده، خلاص ده بعد ما تم قيده محليا بالامس بشكل رسمي. فبالتالي انت عشان تأيد اي لاعب في افريقيا طبيعي ان هو يكون مقيد محليا، وبالتالي لو انت عايزه في افريقيا بتأيده في افريقيا. الراجل عايزه والراجل مقتنع بيه تماما بالمناسبه، لان كان كلام كتير جدا قبل ما الاهلي يتعاقد مع كهربا ان فايلر مش مقتنع بيه، اصل فايلر كلم جروس ومش عارف قال له ايه، واصل فايلر لا مش راضي يجيب اللعيب ده. لا الراجل مقتنع اقتناع تام بامكانيات محمود عبد المنعم كهربا، وبالتالي هيأيده في القائمه الافريقيه او تم قيده كمان في القائمه الافريقيه، وان شاء الله يكون اضافه للقائمه وباذن الله يكونوا موافقين في المباريات القادمه. كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي هيسافروا النهارده بالليل لزيمبابوي عشان يسبقوا البعثه اللي هتسافر بكره بالليل، يعني بكره الساعه 11 بالليل بالظبط يكونوا في مطار القاهره الدولي عشان بعديها بساعتين يتحركوا ان شاء الله لزيمبابوي يعني صباح الاربعاء علشان يستعدوا لهذه المباراة. رحلة شاقة وطويلة جدا وفيها ثلاثة ترانزيت سواء للكابتن سمير عدلي وكابتن سعد عبد الحفيظ او لفرقة كمان. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. كابتن سمير عدلي وكابتن سعد عبد الحفيظ هيسبقوا البعثة عشان يحضروا وينسقوا كل شيء خاص بوصول الفريق هناك لزيمبابوي، سواء من حيث ملاعب التدريبات وفندق الاقامه والانتقالات وكلام من ده. طبعا بيبقى في اتوبيس خاص بالفريق هناك في السفريه يعني، لكن في كل الاحوال تبقى عارف خط السير الخاص بالفريق ماشي ازاي. امور كلها مهمه جدا دايما بيتم التنسيق ليها مبكرا قبل اي مباراه واي تحدي، وخصوصا تحدي يوم السبت ده من اهم المحطات بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، من خلالها هيتحدد حاجات كتير جدا جدا باذن الله. طبعا لو لا قدر الله الاهلي خسر ما خرجش من البطوله خالص، لا لسه عندك ماتشين تانيين، لكن لو كسبت باذن الله فانت قطعت شوط كبير جدا نحو الصعود بشكل رسمي وقبل الجوله الاخيره تحديدا لبطوله او دور الثمانيه بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. مروان محسن امبارح جاله اصابه في وجه القدم، قدمه قويه جدا، هيبقى في عنده فحص طبي، الفحص الطبي ده هيبين مدى امكانيه استعاده مروان محسن في مباراه بلاتينيوم ولا صعب ان هو يسافر. دي لقطه امبارح، لقطه خاصه لقناه النادي الاهلي بعد اصابه مروان وبعد المباراه بشكل كامل. باذن الله باذن الله يكون الموضوع بسيط، وخصوصا اللاعب ابتدى يستفيق شويه. عارف ان في ناس شويه بتنتقد مروان، ناس شويه بتنتقد مثلا لاعب اخر في الفريق، لكن ده دايما يا جماعه والله ما بيبقى في صالح الفرقه. احنا لازم نساند، لازم ندعم، لازم نفضل ورا لعبتنا في ظهرهم علشان يعني تساندهم معنويا. المسانده المعنويه دي هتجيب الثقه، الثقه هتجيب اهداف، هتجيب اداء جيد، فالكلام ده هياتي بالنفع على الفريق بكل شكل طبيعي يعني. فان شاء الله نتمنى للجميع كل التوفيق باذن الله تعالى. النهارده وبكره الفريق راحه زي ما حضراتكم عارفين بعد مباراه الامس، ده قرار من جال فني، وهيسافروا على طول من غير ولا تدريب في القاهره ويبتدوا تدريباتهم هناك في زيمبابوي من خلال مران يوم الاربع والخميس ان شاء الله باذن الله، والجمعه كمان قبل مباراه يوم السبت باذن الله تعالى. خليني كمان اتكلم معاكم بخصوص حسين الشحات، بيواصل تدريباته التاهيليه من غير راحه، الوحيد هو ومحمود متولي اللي ما عندهمش راحه، الفريق كله عنده 48 ساعه راحه، لكن هم عندهم تدريبات سواء علاجيه بالنسبه لحسين الشحات عنده شد في العضله الضمه، وكمان محمود متولي اللي بيتم تجهيزه بشكل اكبر بدني، لان احنا عارفين متولي مش 100% بدنيا جاهز، فبالتالي اليومين دول هو النهارده كان موجود النهارده في التيتش الصبح هو وحسين الشحات عشان يوصلوا البرامج الخاصة بيهم عشان يكونوا جاهزين للفترة الجاية. حسين الشحات لسه موقفه مش معروف، هل هيلحق مباراة بلاتينيوم ولا لا.